اهلا بيكم مره اخرى واخيرا مشاهدينا الكرام، مكملين معاكم في اخر وقفاتنا الحواريه في هذا الصباح. وحدثنا في هذا الحوار عن قرارات الحمايه الاجتماعيه اللي اتخذتها الحكومه المصريه في الفتره الماضيه تخفيفا من الاعباء على كاهل المواطن محدود الدخل. من ضمن هذه القرارات اللي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء الماضي، كانوا 7 قرارات مهمة أصدرهم الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية، وكانت باختصار كالتالي: هي زيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، وأيضا زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة، وإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بالخدمة بقانون الخدمة المدنية، وزيادة حد الإعفاء، وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل، وأخيرا وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات. هنستعرض من خلال هذا الحوار هذه القرارات ومدى جدواها بالفعل في التخفيف عن كاهل المواطن، وهيكون معانا في هذه الوقفة الحورية الدكتور جمال أبو شنب، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة حلوان. صباح الخير يا دكتور جمال. صباح النور، أهلا بك. في البداية، كيف رأيت هذه القرارات؟ هل رأيتها هي فقط خطوة لمواجهة غلاء الأسعار بشكل كبير في الفترة الماضية؟ هو بالقطع هي خطوة إيجابية جدا وجاية في التوقيت المناسب بتاعها، خاصة أنه في المرحلة اللي فاتت طبعا بعد الفترة بتاعة تعويم الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار. بالقطع هو إعلان من القيادة السياسية ومن الدولة بشكل عام أن هناك نوع من المشاركة لإحساس بالطبقات اللي محتاجة رعاية. لذلك يعني الحديث النهارده احنا نتكلم عن المضمون الاجتماعي لهذه القرارات. الأبعاد الاجتماعية بتاعتها مهمة جدا، لأنه هو المواطن والفئات بالتحديد القرارات دي بتقصدها. المقصود بها إن هم يدركوا إن الدولة عايزة تقرب الفوارق بين الدخول، وعايزة تحسسهم إن الدولة بقدر الإمكان برغم الظروف اللي بتمر بها الصعبة إن هي حاسة إن في طبقات محتاجة الرعاية. صحيح إن الزيادات بالنسبة لارتفاع الأسعار، الزيادات مش بالقدر الكبير جدا، إنما في فرق كبير جدا وفي تطور في معدل الزيادة. يعني لما ألاقي مثلا على سبيل المثال 15% للمعاشات بحد أدنى 150 وحد أعلى 500 جنيه، الحقيقة قطاع المعاشات ده اللي هو مرتبط بوزارة التنمية الاجتماعية ده مهم جدا، وقطاع يعني دي شملت 10 مليون فرد اللي هو يشملهم قطاع المعاشات. وديت وصلت النهارده في السنه دي الفارق من سنه 11 لغايه دلوقتي 140 للسنه اللي فاتت 160 للسنه دي 190 مليار. معنى كده ان الدوله والقياده السياسيه حاسه كويس جدا بالطبقات المحتاجه الرعايه. وانه عندما تتحين الفرصه وتيجي وقت كمان الظروف بتاعت العيد، الحقيقه نقطه مهمه برضو جدا في احساس بالمشاركه. يعني القرار لما اتاخد واحنا داخلين على العيد ده مهم جدا، يعني توقيت القرار نفسه توقيت القرار كان الحقيقه في 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 جدوى، في اصابه، وذكي جدا ان انا كنت في اللحظه دي. اما الاقي برضو الناس بتاع التموين المستفيدين بالتعويم التموين في مصر احنا عندنا ده مش اقل من 70 مليون حوالي، يعني مش اقل من 70 مليون. اما الاقي البطاقه من 21 ل 50 ده برضو ده جهد مقبول جدا ومعقول جدا. يعني لو الأسرة فيها 3 أفراد أو 4 أفراد يبقى فيه عندي هنا مبلغ معقول جدا يقدر يساعده في الحاجات اللي هي اللوازم المرتبطة ببقاء واستمراره، إن هو يقدر يعني يلبي بعض الاحتياجات الدورية. أيضا ارتبطت الزيادة ب التكامل وتكافل وكرامه، وديت خدت مش 100 مليون شهريا، 100 مليون شهريا، وديت برضو يعني مش هتبقى اقل زياده 100 جنيه، ده معقول جدا. اذا الدوله بتسعى جاهده رغم الظروف اللي هي بتمر بيها والخمس سنين العجاف او اللي احنا مرينا بيهم من خلال، وهنا انا عايز اربط هذا الكلام ان مش الهدف ان انا ادي هذه الطبقات المحتاجه للرعايه، لا، الهدف هنا ان يبقى احساس الجماهير ان الدوله مجرد ما يبقى عندها معدل نمو على المستوى الاقتصادي مقبول جدا مش هتنسى الناس دي كلها. يعني النهارده اما اشوف معدل النمو الاقتصادي في مصر
4%، متوقع في العام القادم يوصل 5.1%، 2019 يوصل 5.4%. طب حتى النمو معقول جدا. احنا في الاحداث اللي مرت بها مصر الحقيقه كنا في مشكله، كان معدل النمو عندنا وصل كام؟ 1 وي. والدوله توقفت عن الانتاج، وكل مؤسسات الدوله توقفت، واصبحنا في مشكله، والدوله في مصر والدوله معرضه للانهيار. النهارده استعادت مصر عجله الحياه، ودوره الحياه بدات، والمؤسسات الانتاج بدات تعمل، والدوله بدات البرامج بتاعتها والخطط بتاعتها في التنميه الاجتماعيه، وده يخش في التنميه الاجتماعيه الحقيقه. وما اقدرش افصل التنميه الاجتماعيه عن التنميه الاقتصاديه، لان الاسر او الفئات المحتاجه بالرعايه ده تنميه اجتماعيه، وفي عندي بعض الاسر والفئات المحتاجه للرعايه الكامله. بس السؤال هنا الرعايه الكامله دي تيجي منين؟ لازم عندي انتاج. صحيح. ولذلك العلاقه بين السكان احنا عندنا الحقيقه ميزه لدى الشعب المصري، معرفش الناس واخده بالها منها ولا لا، احنا عندنا هذا الشعب العظيم الكتله البشريه، ده راس المال البشري. صحيح. هذا اكبر ثروه موجوده في مصر، اكبر ثروه موجوده. ده الميزه النسبيه التي لا يختلف على احد رغم الظروف اللي احنا بيها، ان احنا عندنا هذه الكتله البشريه. صحيح. ورغم تدني في كثير من الاحيان الناس تقول لك تدني مستوى التعليم وتدني مستوى الانتاج وتدني، ولكن الكتله البشريه المصريه لا زالت محتفظه. صحيح مستوى الجوده بتاعها والاداء بتاعها في ضوء تلخبطه الظروف اللي مرينا بيها اقل، انخفض ولكن بشكل كبير، ولكن انت ده امن اجتماعي. هذه الكتله البشريه 93 مليون ده امن اجتماعي، يجب توظيفها في ضوء القدرات اللي بتمتاز بيها. صحيح. توظيفها داخل حدود المكان، ولذلك في علاقه مهمه جدا ما بين السكان والمشكلة السكانية ومعدل نمو السكان بالمشكلات بتاعته المختلفة، وما بين علاقته بالموارد، لأن هو السكان في حد ذاتهم إذا كنت بعتبرهم ميزة، الدول اللي استطاعت اللي هي عدد سكانها بالمليارات، الصين والهند والدول اللي سكانها فوق المليارات، عملت إيه في الكتلة البشرية؟ عرفت قيمة هذه الكتلة البشرية. صحيح. وده رأس مال، وقدرت تستغلها ورأس مال بشري ورأس مال ثقافي، وبدأوا يشتغلوا على التعليم. ولذلك هنا المشكلات المرتبطة بتوظيف الكتلة البشرية، مصر دولة كثيفة السكان. صحيح. في معدل سكان وحركة السكان داخل حدود المكان، مصر عايشة على 4% من المساحة الإجمالية. توزيع السكان هو اللي عامل الأزمة دي، هو اللي ظاهر الأزمة دي. يعني احنا عندنا مساحة الأرض الزراعية، المساحة الإجمالية بتاعت مصر مليون و386 ميل تقريبا او يزيد. الكتله البشريه عايشه على 4% فقط، يمكن 97% من المساحه الاجماليه خاليه. وكلنا احنا متركزين كلنا فين؟ حوالين النيل وفي الدلتا. وده هنا مشكله خطيره جدا، ولذلك هنا تيجي نقطه انك تتعامل مع الكتله البشريه والسكان بوجهه نظر علميه، تتعامل مع المشكلات المرتبطه بها، المشكلات الخاصه بالبيئه والمشكلات الاجتماعيه، وتشوف كيف توصف هذه الميزه التي تمتاز بها مصر. احنا النهارده في سعي الدوله لمقاومه الجماعات اللي هي معاديه الدوله، معاديه المجتمع اللي هي في سيناء وفي الداخل هنا. الحرب على الارهاب بشكل عام، الحرب على الارهاب بشكل عام. احنا المؤسسه العسكريه بتاعنا عدد الجيش بتاعنا قد ايه؟ طب والناس اللي بتنتج قد ايه اللي موجودين في المجتمع المدني؟ طيب. والناس وهكذا. طيب هو الحقيقه عشان بس يمكن ما نخرجش بره الموضوع بشكل كبير، لو رجعنا مره ثانيه للاجراءات الحمايه الاخيره، البعض يرى ان هذه الاجراءات هي جيده وهي خطوه ولكنها لا تكفي، لابد من وجود اجراءات رقابيه ايضا على الاسواق وعلى الانتاج، لضبط الانتاج والاسواق زي ما حضرتك ذكرت. يعني يمكن بعد زيارة، لو كلمنا تحديدا على زيارة الدعم النقدي على بطاقات التموين، شفنا ان بعدها بشكل مباشر حصل بعض الزيادات في السلع التموينية اللي موجودة، فأصبح كأن الزيادة لم تكن. كيف يمكن السيطرة على الأسواق لكي يشعر المواطن بشكل حقيقي بهذا الدعم اللي بيقدمه للحكومة؟ بس السيطرة على الأسواق واللي احنا يبقى فيه العائد والمرجو الإيجابي من هذه القرارات، لابد أن يكون فيه تضافر وتكامل بين كل مؤسسات الدولة. عندنا هدف رئيسي، الرؤية لازم تبقى واضحة،
الفئات المحتاجة للرعاية اللي سنت لها هذه القرارات. احنا النهاردة عندنا جمعيات حماية مستهلك، وعندنا المؤسسة الأمنية اللي هي بتتابع، وعندنا المؤسسات اللي هي بتلعب دورها في المراقبة، وعندنا مفتشين التموين، وعندنا مؤسسات كتيرة جدا. لماذا هذه المؤسسات لا تلعب دورها الرقابي؟ وبعدين احنا كمان عندنا مؤسسات تشريع دور الرقابي ده يخش فيه النهاردة. ولذلك هنا اما جاء لي مباشرة ان تاني يوم هل في قرار بالزيادة، قرار رسمي، ولا ده يعني تصرف مدني طبعي من الناس اللي هي يحدد اذا كنا محتاجين الضبط للاسواق، ضبط الاسواق والرقابه، جشع التجار، هل هو جشع من التجار ولا هي زياده؟ مهم جدا تطبيق القانون، زياده رسميه في الاسعار. لا، مهم جدا تطبيق القانون. يعني انا لو طبقت القانون، يعني شوف دايما يقول لك في لحظات ضعف الدوله او لحظات الاضطراب والخلل الاجتماعي، اللي بيستفيد وبيسر منها هو المجرم والمنحرف. انما الناس الملتزمه بطبيعتها، اللي على خلق، اللي مش هيبل على نفسه ان هو ياخد قوت غيره او يسري على حساب غيره، مش هيعمل هذا الكلام. ولذلك يجب تطبيق القانون. وهنا تضافر مؤسسات الدوله كلها، مؤسسات التعليم والعقاب والثقافه والصحه وكل ده. اما كل المؤسسات تضافر وتلعب دورها هنوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. انما مش كل مؤسسه. طب اذا كانت الدوله والحكومه احست بان في طبقات محتاجه للرعايه وعملت هذا الكلام، طب ما هو ده هيروح فين؟ هيبقى جهد ايه فاقد بالنسبه اي واحد مش ملتزم هيعلي السعر. طب اذا كانت النهارده انت الراجل ده هيجي له على راتبه، اذا كان في بطاقه التموين عنده 4 هيبقى عنده بين 21 ل 50 مبلغ معين، يبقى عنده 200 جنيه او 300 جنيه يساعدوا عليه. طب اذا كانت الناس مش ملتزمه بالاسعار في السوق وهو بيلبي احتياجاته الدوريه، ما لهاش لازمه. ولذلك هنا يجب ان الدوله تبقى حريصه جدا. فين مؤسسات الرقابه والضبط والتحقيق؟ وتتعامل ليه ما يبقاش في الامن في كل اسم ناس مخصصه بالرقابه دي يوميا، ويعرفوا ان فيه تمر عليه. يعني انت النهارده خلي واحد في الشارع، لو مشيت في الشارع انت العادي، شوف الشارع المصري شكله ايه. انا اقدر احكم على الشارع المصري والمشكلات اللي احنا بنواجهها، مدى التزام الناس في الشارع، مدى التزام اصحاب المحلات ان كل واحد قدام المحل بتاعه واخد المكان، انت ما تقدرش توقف على سبيل المثال. ولو كلمته يقول لك مكاني. لا، مش مكانك، انت بتدفع المحل بتاعك، انما ده حق الدوله. صحيح. وبعدين انا راجل عابر سبيل او انسان واحد كبير في السن ماشي على الطريق، لو انا ماشي والمحل حاطط الحاجات بتاعته قدامه، الراجل ده هيمشي ازاي الكبير في السن؟ شوف، الدوله يجب ان تعيش حاله من حالات الانتظام والنظام. كلمه نظام معناها ان الدوله قادره على ان تلعب ادوارها، وكل فرد في المجتمع يلعب دوره كما هو محدد له. والدور ده بيرتبط بحاجه اسمها المكانه. المكانة ديت إما أنا وارثها أو أنا عملتها بجهدي في الإيه؟ في هذا المجتمع. ويجب إن محدش يبخسني حقي في إن أنا ألعب دوري داخل حدودي للمكانة ديت. أنا إما أنا وارثها أو أنا عملتها بجهدي. أنا الراجل النهاردة أستاذ جامعة أو حضرتك مذيع أو راجل بوليس ضابط بوليس، مش ليه ده ليه دور بيلعبه؟ الدور ده يحدده القانون. إذا تعدى أحد الأفراد، وهنا تيجي نقطة الحرية، الحرية مسؤولية. العلاقات الشخصية اللي موجودة بين الناس بعدم ضوابط للآن، هي ده معناها تسيب، وبتؤدي لنوع من الهدر الإمكانيات. هي مسؤولية مشتركة ما بين الحكومة وما بين الشعب، لابد يعني من بالقطع. ولذلك يجب حتى دور وعي الناس، أنا أعول على وعي الناس، بس خليني أقول لك أن وعي الناس لابد أن يسنده القانون. صحيح. يعني ما أقدرش أقول أن الدولة تطلع حزب الخيرات وتدي الناس زيادات ويجي واحد يستهلكه، ناس تستهلكه في نقطه عدم التزام. ودي نقطه مهمه جدا. طيب، البعض برضه بيقول ان كل هذه الاجراءات هي لتقليل الاعباء عن كهر المواطن. اخيرا وسريعا، هل ما زلت تعتقد ان المواطن في حاجه الى المزيد من الشعور به والمزيد من تحسين اوضاعه؟ بالقطع. يعني هناك فارق كبير جدا، وهناك فوارق في الدخول، والدوله بتحاول ان هي تعمل تقارب في الدخول، ويعني عدم تمييز، ومحاوله احساس تحقيق اللي تقدر عليه فيما يتعلق بالعداله، قضيه العداله الاجتماعيه، فيما يتعلق بالدخل بالتحديد، والدخل بالذات الناس دي كلها اللي هي القرارات طلعت لها مرتبطه بالدوله. ولكن خلينا اقول لحضرتك ان حتى بالرغم من احساس الدوله بالمشكله، محاوله الحمايه الاجتماعيه للفئات دي كلها، وزياده العلاوات اللي عملتها رئاسه الجمهوريه للموظفين العاملين في القطاع العام وقطاع الاعمال،
انا بقول لحضرتك انا شايف قدامي نموذج في اسكندريه وهي شركات المياه في اسكندريه عاملين اضراب بقالهم 3 ايام ما اعرفش المسؤول الغى القرار والناس عاملين التماس لرئاسه الجمهوريه مين يقول كده؟ هنا الجزئيه اللي كنت حضرتك بتقول عليه التكامل بين مؤسسات الدوله ان احنا الدوله ما تلعبش ادوارها من خلال علاقات شخصيه في قانون وفيه التزام بالقوانين وتطبيق القانون هنا مهم جدا ان الرئيس الجهاز اللي ماسك هذه المنطقه يحس ان هو في دوله وبعدين ما هو العائد النفسي اللي هيرجع على الناس اللي عاملين في هذه المنطقه الناس دي بتلعب دور جدا في الحفاظ على صحه المواطنين صحه المواطنين يعني ايه يعني انا لما يبقى عندي سكان والمشكلات الاجتماعيه بتاعتهم مرتبطه بالاقامه والسكن والصحه والتعليم والثقافه والكلام ده كله الصحه اهم حاجه لان لو عندي كتله سكان ما تعلموش ولا اهتميت بصحتهم في النهايه هيبقى فقير بعد الفقر هيجيلي الدوله مش هيبقى فقير منتج يعني. هيبقى مريض هيبقى مجرم هيبقى منحرف هيبقى هيمارس العنف هيبقى ارهابي الدايره كلها متصله ببعضها لازم نقطه التكامل والتضافر بين كل فئات المجتمع تبقى موجوده سواء حضرتك مسؤول واخد مركز قيادي او قياده وسطى او اعتقد هي دي الرساله الرئيسيه اللي يجب ان نتصل لكل مصر حكومه وشعب حتى عشان القرارات الحمايه دي تجد والحقيقه برضو يعني رغم ان انا عايز اقول لحضرتك ان احنا صحيح مصر دوله كثيفه السكان انما المشكله مش في حجم السكان وكثافته انما المشكله في ازاي هذه الكثافه وتنظيمها داخل حدود المكان واخد بال حضرتك وازاي ان في الكثافه دي تبقى العائد بتاع الارض الزراعيه والانتاجيه والكثافه بتاعتها واستخدام التعدين والتصنيع لازم يتوازى عن عندنا معادله قايلها مالتوس مهمه جدا ان الزياده في عدد السكان لا توازيها زياده ايه متوازيه متواجبه معاها فيما يتعلق بايه العائد من الانتاج لان الناس قادره على فيما يتعلق بالسكان قادره على الانجاب انما انتاج الارض الزراعيه لا يوازي لان دي بتمشي متواليه هندسيه ودي بتمشي بخط مستقيم فهدا لازم عايز خطط بقى وبرامج للتنميه واحنا نحن ال 4% اللي احنا عايشين عليها مصر لديها كثير من الخيرات ولديها كثير من الموارد ومصادر القوة التي يجب أن تعتمد عليها في تنمية قدراتها من خلال توظيف قدرات السكان. أنا في النهاية لا أملك إلا أن أشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال أبو شنب أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة حلوان أشكرك لتشريف حضرتك معنا النهاردة في هذا الصباح. أنا شكل حضرتك كل عام بخير. لهنا مشاهدينا الكرام بتنتهي حلقة النهاردة من هذا الصباح بنرجو أن تكونوا قد استمتعتم بكل فقراتها وحواراتها غدا بإذن الله حلقة جديدة مع أسرة عمل جديدة إلى اللقاء.